السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن بطل من أبطال الإسلام، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. يعد الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أوائل من دخلوا في دين الإسلام، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. ولد في مكة المكرمة عندما كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 عاما، وهو من سادة قريش. أبوه مالك ابن أهيب من بني زهرة أهل آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بذلك يعد خالا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد اشتغل في شبابه في بري السهام وصناعة الأقواس، لذا كان بارعا في رمي السهام وحياة الصيد والحروب. وقد كان رضي الله عنه من أشجح فرسان العرب المسلمين، وكان له سلاحان، رمحه ودعاءه، فإذا رمى في الحرب عدوا أصابه، وإذا دعا الله دعاءه دعاء ما أجابه. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم سدد رميته وأجب دعوته، أي في أفضل الصلاة والسلام رضي الله عنه. ويعتبر سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله. وقد كان النبي صلى عليه الصلاة والسلام يوم أحد يشاهد سعد وهو يزجي المشركين بسهامه فيقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وظل سعد يفتخر بتلك الكلمات طوال حياته. وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءت الأخبار بأن جيش الفرس توالت هجماته الغادرة على المسلمين، إلى درجة أن معركة واحدة وهي معركة الجسر استشهد فيها من المسلمين 4000 شهيد في يوم واحد. فقرر عمر رضي الله عنه أن يذهب بنفسه إلى قود جيش المسلمين في معركة ضد الفرس عبدة الأوثان، ولكن عددا من الصحابة ألحوا أن يبقى عمر في المدينة ويختار للقاء الفرس قائدا آخر من المسلمين. فتم اختيار الأسد سعد ابن أبي وقاص، فوافق الجميع مهللين ومكبرين. وخرج سعد ابن أبي وقاص في 30,000 مقاتل للقاء جيش الفرس الذي يزيد عدده على أكثر من 100,000 مقاتل، على رأسهم القائد رستم الخبير في إدارة المعارك الحربية. وقبل أن يلتقي الجيشان في القادسية أصيب سعد رضي الله عنه بمرض جلدي، فانتشر في جسمه الدمامل مما جعله لا يستطيع أن يجلس أو أن يعلو جواده ويقود عليه المعركة، ولكنه صعد وهو متحامل على نفسه وألامه إلى شرفة حصن نزل به واتخذه مركزا لقيادته. وفي الشرفة جلس متكئا على صدره فوق وسادة، ورغم أن دمامله تنزف وتؤلمه لكنه كان في شغل عنها، فهو من شرفة الحصن القديم يكبر ويدعو الله عز وجل بأن ينصر الإسلام والمسلمين. ولما اشتد وطيس المعركة تحامل على نفسه ونزل إلى أرض المعركة يصدر أوامره وتوجيهاته إلى جنوده: تقدموا صوب الميمنة، صدوا ثغرات الميسرة، أمامك يا مغيرة، وراءهم يا جرير، اضرب يا نعمان، اهجم يا أشعث، وأنت يا قعقاع، تقدموا يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صوته رضي الله عنه المفعم بقوة العزم والأمل والإيمان، يجعل من كل فرد من المسلمين جيشا بأسره رضي الله عنه. وهاجم جيش الفرس بقوة ووضعوا أمامهم أفيالا ضخمة، ففزعت خيول وجمال جنود المسلمين وتراجعت. وبعد المشاورة في هذا الأمر تمت تغطية رؤوس الخيول ورؤوس الجمال بأقنعة غريبة الشكل، كما علقت في هذه الأقنعة بعض الأجراس، ففزعت الأفيال وتراجعت على جيش الفرس وقتل المئات منهم، وتهاوى جنود الفرس كالذباب، وقتل قائدهم رستم كما قتل أفضل جنوده، وفرت الفلول المهزومة أمام الأبطال المسلمين وهم يصيحون: الله أكبر الله أكبر، وطاردوا عدوهم من مدينة لأخرى وأثروا منهم الكثير. الله أكبر.
وبعد قرابة عامين من معركة القادسية، قاد الأسد سعد بن أبي وقاص موقعة المدائن التي كانت أيضاً بين الفرس والمسلمين، حيث عبر جيش المسلمين نهر دجلة ووضعت فضة ناجحة أذهلت الجميع وانتصر فيها المسلمين على الفرس، ولم يخسر جيش المسلمين جندياً واحداً، وغنموا غنائم كثيرة على رأسها إيوان كسرى وتاجه، وعاد البطل وجنوده وهم يحملون أروع الانتصارات على الفرس. الله أكبر. وقبل وفاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، اختار 6 من الصحابة لخلافته، وكان من بينهم سعد بن أبي وقاص، ولكن كانت الخلافة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ويمتد العمر بسعد، وتجيء الفتنة الكبرى بين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فيعتزلها بل ويأمر أهله وأولاده أن ينقلوا إليه شيئا من أخبارها. وذات يوم من أيام العام 54 للهجرة، وقد جاوز سعد سن 80، كان هناك في داره يتهيأ للقاء ربه ويروي لولده لحظاته الأخيرة، فيقول: كان رأس أبي في حجري قبل موتي بلحظات، فبكيت، فقال لي: ما يبكيك يا بني؟ إن الله لا يعذبني أبدا، وإني من أهل الجنة، وفوق عناق الرجال حمل جثمان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى المدينة المنورة ليدفن في قرى البقيع، وداعا بطل القادسية دفاع المدائن ومطفئ النار المعبودة في بلاد فارس إلى الأبد. ولنا لقاء إن شاء الله مع مجموعة أبطال المسلمين، انتظرونا في فيديوهات أخرى، وجزاكم الله كل خير، ولا تنسونا من اللايك حتى يرفع الفيديو ويشاهده الجمهور جميعا، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.